عايز اسال سؤال خارج السياق بتاعنا لحظه بس. بالنسبه للشتاء واحنا بردانين، يعني طبعا الحضاره المصريه القديمه وثقت كل الاوقات وفصول السنه والزراعه بتتم ازاي، لكن في الحقيقه ملابس المصريين القدماء صيفي قوي طول الوقت، في يعني هم كانوا بيلبسوا ايه في الشتاء؟ يعني يمكن ده سؤال يعني الناس كانت بتساله على الفيسبوك. انت عرضت على فكره عشان دلوقتي صوره بتبين ملابس شتويه، يعني في مجموعه من السيدات مقبره واحد اسمه ابو اوبي في طيبه الغربيه لابسين عبايات من الصوف، عبايات تقيله ولونها بني زي العبايات الموجوده دلوقتي بالظبط، يعني موجوده تمام. الرجال يعني كان احيانا ما بيبردوش ولا ايه؟ لا بيلبسوا، بس هو الزي المصري القديم كان في الاساس فيه الكتان، لان هو كان يعتبر ماده يعني طاهره، ماده المصري القديم كان بيفضلها، موجوده في البيئه المصريه بيسمعها على طول، بس ما بتدفيش في الشتاء، لكن بيلبسوا طبقات. ما هو في طبقه في عبايه خارجيه وفي قميص شفاف داخلي وفي وهكذا، ففي طبقات منه. لكن النقطه دي ليها سبب فني، الفن المصري القديم كان يظهر الجسد بكامل تفاصيله، حتى يبعث المصري القديم بكل تفاصيله، ما بيحبش ان يغطي جسمه، فبنلاقي كده معظم الفن يعني ممكن يكون ده بيستخدم في فتره النحت فقط، وليس ده مش معناه ان هم ماشيين كده طول اليوم. يعني انت جبت بقى الموضوع في الواقع المجتمع كان عنده عبايات وعنده ملابس شتويه تقيله وهكذا، لكن هو لما بيصور كان بيصور في ابهى صوره، في اكمل صوره، الجسم مفتوح للعضلات، ممشوق القوام، كل تفاصيل جسمه باينه، لدرجه ان الفنان احيانا كان يخالف قواعد المنظور الفني. لما يجي يصور الانسان بيصوره من البروفيل من الجنب هنا، فيروح مبين كتفه الثاني وايده الثانيه، مع انه المفروض انا اشوف بس الكتف ده، عشان لما يظهر عند البعث يعني ما يكونش في حاجه ناقصه من جسمه. ولو هو مثلا راجل ليه مسؤوليه في المجتمع، موظف كبير وماسك الصولجان اللي بيدل على الوظيفه دوت، وحطه المفروض يحطه جنب رجله هنا في الناحيه دي، فهو يظهر في الفن وكانه خلف الرجل الثانيه عشان ما يقطعش جسمه، عشان يحافظ على التكامليه ويحافظ على الجسم بكامل تفاصيله وكل اعضائه، يبعث بشكل مكتمل زي ما هو المصري القديم بيحب. حلو قوي المعلومه. لكن هو كان عنده ملابس شتويه ويمكن ما صورهاش كتير، لكن في الصور اللي عرضتوها دلوقتي صوره للسيدات بيلبسوا عبايات شيك جدا لونها بني كده ظريفه فوق الزي بتاعهم العادي جدا، مغطيه منطقه الصدر ومنطقه الكتفين والذراعين، وماشيين كده.